ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد ومعكم قناه هيلب مي تو وين. واليوم منصه جامايكا اللي هنتكلم عنها، وهي من اهم المنصات الشغاله في مجال الدروب شوبينج، وهقول لكم ازاي تكسبوا من هذه المنصه. بتقدم خدمات مهمه جدا 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 جدا، وهي تحويل الاموال، شحن وتوصيل، تخزين الطلبات واستيراد وتخليص جمركي للمنتجات. منصه بتكون مهمه جدا، عامله شراكه مع البي مود وفوري وارامكس والجي تي اكسبريس. طبعا اللي عندك فيديو فيه معلومات عنهم، ولكن هما اتنين اخوات مؤسسين محمد ومصطفى، ورجال اعمال ناجحين جدا، عملوا العديد من الانجازات والعديد من الجوائز حصلوا عليها. ولكن سيبك من ده كله، طبعا بعد اشتغل على منصة جامايكا واقول لكم تكسبوا ازاي من هذه المنصة، ولكن فاصل بسيط ونواصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد الفصل، وهنيجي مع بعض كده بكلمة ابدأ معانا، اضغط عليها بمنتهى السهولة وببساطة، تمام، وانضم كمسوق للعمولة، مفيش أدنى مشكلة، اضغط عليها. وبعد كده لو انت عندك محل فهتضغط على كلمة انضم كتاجر، ولكن احنا هنشتغل كمسوق بالعمولة فقط. بعد ما ضغطنا على كلمة انضم كمسوق للعمولة، فتح لي صفحة جديدة مكتوب عليها jamaica.com/affiliate. يبقى انت هتشتغل من خلال الافيليت. مستنى كده عم اتحمل الصفحة معانا. بعد كده قال لك اهلا بك في مركز مسوقين، قال لك البريد الالكتروني بتاعك يا باشا، تمام، ولو انت مسجل قبل كده، ولو انت عايز تعمل حساب جديد اضغط على كلمه انشاء حساب. يبقى تعمل انشاء للحساب، هطلب منك رقم التليفون بتاعك، ولازم يكون متصل بالواتساب، وانه هيبعت لك التفعيل بتاعك على الواتساب. هتحط رقم تليفونك، اضغط على التالي، تمام، وهيتاكد من الحساب بتاعك. يبقى انت كده عملت حساب على منصه جامايكا. تمام، بعد طبعا بعد ما تفعل حسابك على الواتساب هيبتدي يطلب منك يفتح صفحة جديدة ويقول لك ادخل ايميلك والباسورد بتاعك، وخلي بالك هيبعت لك طبعا الجروبات بتاعتهم على الواتساب، وهيبعت لك فيديوهات تعليمية ازاي تسوق على المنصة جامايكا، حاجات جميلة جدا هيبعتها لك على الواتساب طبعا بخصوص موضوع التسوق. ولكن خلينا مع بعض نفتح الصفحة الأساسية، وهي انه بيقول لك لو انت عملت اوردرات 25 اوردر في اليوم هتاخد 50 جنيه زياده، عملت 50 هتاخد 150، عملت 125 اوردر يوميا هتاخد 1750 جنيه زياده. دي فلوس كلها بونص يا جماعه، ملهاش علاقه بثمن المنتج او مكسبك من المنتج، يعني ده بيضاف لمكسبك في المنتج. انت عملت 1000، واحد عمل اعلان ممول وعمل 1000 مبيع يوميا باضافه للفلوس اللي كسبها، يعني ممكن ال1000 ده يكسب 20000 جنيه، وكمان هتاخد عليهم 8000 جنيه كمان زياده، تمام، يبقى 28000 جنيه. دي الناس بتاعت اعلانات المموله، القيم العاليه دي اللي تحصل عليها من خلال الاعلانات المموله، واللي احنا هنوضحها بعد كده في فيديوهات جايه ان شاء الله. طب بعد كده نشوف البرودكت اللي هي المنتجات الموجوده في هذه المنصه، منصه جامايكا، اللي انت تقدر تسوق لهذه المنتجات. فتحنا صفحه جديده، طبعا بدا معاك بالتليفونات نوكيا اللي هو 105 و106 والسمارت ووتش والحاجات دي كلها، في سماعه ايربودز ماكس، وفي طبعا ساعه سمارت اسمها دي ال 9 الترا ماكس، تمام. هتلاقي هنا منتجات كتير جدا 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 على هذه المنصه، ومنتجات ممتازه جدا، ساعه اتش كي والبرو ماكس، مصباح ليد بالطاقه الشمسيه، قطاعه، جزامه، كشاف، هتلاقي حاجات جميله جدا 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 في هذه المنصه. المكنه اللي هي سكاني اللي كانت ماليه الفيسبوك في الايام اللي فاتت، تمام، قيمتها هنا ب 65 جنيه، ده مكسبك، ولكن كقيمه 350 جنيه، وكانت نازله على الاعلانات الفيسبوك كانت المكنه من 500 الى 800، يعني اللي باعها ب 500 كسب 150 جنيه، بعد 65 انا كسب 200 جنيه في المبيع الواحده. ما بالك لو عمل 100 مبيعه هيكسب قد ايه؟ وخلي بالك من الصفحات دي، الصفحه الاولى في طبعا مجموعه كبيره جدا من الصفحات، هي ممكن تقلب الصفحات الموجوده هنا، ولكن خلينا الاول طبعا كده صفحنا المنتجات. وهنا طبعا في كاتيجوري، ان هنا في اول كاتيجوري، انا ممكن نحدد في الفاشن، في الالكترونيك موبايل، في الكيتشن المطبخ، في البيوتي الجمال الصحه، والتويز اللي هي الالعاب والجيمز. لو فتحنا الجيمز كده الخاصه بالالعاب، وانا شايف ان المنصه دي منتجاتها كتير جدا، في جهاز العاب فيديو، في ليزر الماني، في مجموعه تلوين، في جهاز العاب فيديو، في كاسه اطفال، في طبعا مسند اطفال شكله جميل جدا ب 445 جنيه، تمام،
طبعا هتلاقي حاجات جميله جدا، ولكن خلينا في اللعبه دي اللي هي العربيه الخاصه بالمتحولين اللي هي ترانسفورمرز كارز ويز ريموت كنترول، ولعبه ان كل الاطفال بيحبوها. اللعبه دي بتتباع على الانترنت ب 600 جنيه، شفت لها كذا اعلان ممول ب 600، هنا هو 100 جنيه وثمنها الحقيقي، وبالاضافه الى 50 جنيه مكسب. وتيجي مع بعض كده نشوف الديتيلز ونشوف المنتج ده لو احنا عايزين نبيعه. قال لك عليه خصم اهو يا جماعه 20%، انا قلنا اعلى من كده. طيب هنا طبعا بتكتب الكميه اللي بتكون موجوده، البرودكت ده موجود منه 17 فقط، الكميه موجوده 17، فما تمشي على ممول ولا حاجه، 17 على ممول زي ما اتفقنا من 150 وطالع. ولكن انت ممكن تعمل بوست على الفيسبوك وتجمع عدد بسيط من الناس 7 أو 8 وهتكسب من خلالهم. الكوميشن بتاعك بيكون حوالي 50 جنيه. طبعا كليك هي تو داون اول ميديا، لو انت عايز تعمل فيديو ولو انت عايز اي حاجه تسوق من خلالها، فهنا مديك الميديا كلها اللي انت عايزها، وهنا كمان مديك لينك كمان للميديا كلها اللي انت عايزها. هنا بدأ يقول لك الديسكريبشن، المواصفات بتاعتك اللعبه دي مواصفاتها بتكون ايه، والميديا لينك كمان بعت لك اللينك اهو. ممكن تيجي هنا على سبيسيفيكيشن، البلد مصنعة شاينا، والكلر مالتي كلر، اكتر من لون بيكون موجود. وهنا الفيديو لو انت عايز تحط الفيديو على وسيلة التواصل الاجتماعي، الفيديو هو على التيك توك بهذه اللعبة. ولو ضغطنا هنا طبعا الكمية، قلنا مثلا لو انت عايز 2 على سبيل المثال، وضغطنا على كلمة اد تو اتشارت، ضف لعربة التسوق، فقال لك ايتم از ادد تو اتشارت، ان ضفناها الى عربة التسوق. بعد كده مش هنكتفي بذلك، هتجي لعربة التسوق بعد كده، تمام، وهنقول الفيو اضغط على كلمة الفيو كارت خاص بعربة التسوق، فتح لي النافذة اللي هي قدامكم دي. طبعا انا عامل الكمية كان 2 وكان التمن 400 جنيه، وطبعا هنا الاوفر برايس لو انت عايز تزود فلوس ولا حاجة. طبعا انت كده في طلبين، انت عامل 400 860 جنيه، تمام، مصاريف شحن 860 جنيه، هو هيديك منهم يبقى اللعبة الواحدة، انا طالب كوانتي 2، اللعبة الواحدة 400 جنيه، وانت هتكسب 50 جنيه مكسبك في اللعبة الواحدة، يعني هتبقى وافر 450 جنيه، تمام. طبعا هو ضاف مصاريف الشحن 100 جنيه، فهنا ال 800 اهو من يا جماعه تمن اللعبتين، وال 50 وال 50 ادي 100، يبقى ده الكوميشن اللي انت هتاخده، تمام. في اوفر بايس مفيش حاجه زياده، ولكن قلت لا يا عم، يعني 100 جنيه دي مش نافعه، بنخليها 150 جنيه، قمت مزود 50 جنيه في الاوفر بايس، تمام، وخليت ال 100 تمام 50 جنيه للقطعه الواحده، يعني في القطعتين زودت كمان 100 جنيه، ده اوفر برايس، يعني هتاخد كوميشن 100، اوفر برايس 100، يعني هاخد لك 200. طبعا مفيش ديسكاونت لو انت عايز تعمل خصم ولا حاجه، لو انت زنقت ومش عارف تبيع او فاتح قلب ممول فبتعمل خصم لحد 100 جنيه مفيش قد مشكله، ولكن انت دلوقتي هتاخد 200 جنيه والمنتج ب 800، يعني حوالي 1000 جنيه. بعد كده بتقعد على كلمه بروسيسد تو تشيك اوت، طبعا هنا بتطلب طبعا الاسم الكامل اللي هو موجود هنا، وبعد كده المدينه، بعد كده الاريا، الشارع اسمه ايه، موبايل اسمه ايه، في تليفون تاني ولا لا. طبعا في ملاحظات تانيه بتكتبها هنا، وبعد كده بتضغط على كلمه النكست، تمام، وبعد كده بتاكد الطلبيه اللي انت عملتها. ده بالنسبه الى العمل على طبعا هذه المنصه بهذه الكيفيه، تمام، وانت تتحكم في الفلوس وتفلوس زياده او حاجه، بالاضافه لثمن المنتج الاساسي، يعني المنتج كان 400، قطعتين يعني كان 800، 100 جنيه مكسبي بقى 900، وزودت 100 جنيه كمان بقى 1000، يبقى انا ممكن ابيعها، ابيع القطعتين ب 1000 جنيه، يعني الواحده ب 500، وهتلاقي 1000 واحد اشترى منها ب 500 جنيه، وبالتالي هتعمل مكاسب بتكون كويسه جدا، وحسب المنطقه اللي انت متواجد بيها، وحسب مستوى الناس والجروب اللي انت بتسوق فيه. ده حاجات دي كلها عوامل بتكون مهمه جدا جدا جدا، انك تبيع بمبالغ بتكون اعلى. تمام، اتمنى اكون وضحت لك كل شيء، بالتوفيق طبعا للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.